الحمد لله رب العالمين. علينا وعليك الرحمة. فلو زاد في عقد بطله، يعني وصى، فلو زاد من ذكر، من ذكر يعني أو ذو كسيك ولا فيش بس ما كده نحكي كان حر أو يتريان باشي عبد واني عبد وثمان بوي هي تاوكو دودا ناقف واجبا واني حر جبو هي تاوكو شوه واني أجا من ذكر بأن زاد حر على 40 وغيره على 2 في عقد واحد بطل العقد في الجميع. أجل زيادة بشر معينة في خوي جني لخوي هنا لم جولة حركة زيادة لشواري لخوي معركة وانيا وغير حركة إيش عبدك يا زيادة لدوان لخوي معركة في عقد واحد وانيا يعني مثلا أجل في عقدشو كان جني نكاح كل خويا لعقدك هنا وانيا كان جني هنا لعقدك هنا أو بطل العقد عقد كلب عليها مو يعني باطلة هل كنجنك تسأل ليك أخذ مثلا أبيني كابرا علي أو هل كنجن معلك الوكيل يعني الوكيل ولا كان يعني وانيا إذا هل كنجن معلك الوكيل يوجد الله قبول نكاحي هل كنجن يعني وكيل أو عقد كلب عليها مو يعني باطلة يعني إذ لا يمكن الجمع يمكن إمكاني يا جمع بين فنجانين ولا أولوية لإحداهن على الباقيات وانيا وأولوية شينية إيك لو جنانا ترجحينية بس الأبي تريانا وانيا بلا مثلا نكاح أبيان لغ كان نكاح أبيان مثلا بابيضينية بس أولوية شينية لبينيانا ترجحينية. نعم أنت تمان ذلني متوجهون؟ نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين وهن 5 أو 6 في حر أو 3 أو 4 في غيره اختص البطلان بهما. هذاني أجر لنا أو جماعة جنا لنا أو جماعة جنا كما رأيك رجل لخوي لنا أو جماعة جني وهاي انتياو كوك النوايا انتيك وحرامو مثلا أبيني لنا يكن جنكا لنا بيشج دعنا جنكا دوان ينخشكو يعني مثلا دعنيك ين تيب يعني خشك زايك ومثلا لقضي خالك يا واني بنت أختك خالي خوك كأختين وهن 5 أو 6 في حر إن جاء أو جماعة أفلتش كوا مالك الجن لخوي تنجبن 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 يعني شجدانة وانية في حر نبل لحقي شخصي كحرة أو 3 أو 4 في غيره يعني تياوي عبد شوى وانية في أفلتي لخوي مالك الجن يعني شوى أفلتي لخوي مالك الدوا أما في غيره لحقي إنساني كغير أعزادها اختص البطلان بهما او بطالبون ويعقدك مختص بوضو خشكانك و كوي كردين توليك عقدا وانيا ايجي وانيا فنج افرتي لكل ما ركرية دوانيا خشكن يعني وضع مزيد دوانيا بطالبت عقدك وانيا يعني شج افرتي لكل ما ركردوها أو دو خشكاني كحكام بطالة أو شعرك يتريبو ذا عمل أذاني؟ ما أصبح أذاني شونا؟ بلام أو في عقدين فكما مر في الجمع بين الأختين بلام قال هاتو زيادة لحق بشا معينة في أخوي جني لأخوي ماركر بلام ماركر دن في عقدين وانيا أقل فنجنكي لتو أقدا ماركر دن فينج لدو أخذ ما عليك الذن أوفك ما مر في الجمع بين الأختين يعني أوفك ما زي
وكما مرة واهية وكما مرة أقول بلا هبعثك من كبت من أجهاته دودان عفرتي دودان خوش إلى خوي معركة لدو أقطع لدو أقطع فنش حواتي لكرابو فنش حواتي لكرابو ركب بلي او پنج آفرده یعن او شش آفرده که لگره امپیاو لخوی ماره کردن در دو اقضا پنج حواکه که ایتر یه تو بسر یعن بزنی ملا اگر لدو اقضا ماره کردن فکما مره بزنی او حکمه که واسه حکمی ما مره بزنی یعنی پنج حواکه که پیشی هیه فکما مره فی الجمع بین الاختین وكو حكم جمع بين أختين واية هل شون جمع بين أختين فنج حواتي بو نكاحي أم فنج آفلتي شيء فنج حواتي هيا مزاني وأمسا بين الأختين يعني ونحوهما يعني نحو أختين مثلا بنت أختك وخالتين واني ذا فتعبيري بذلك وبذات أولى من قوله فإنك خمسا معا بطلنا أو مرتبا فالخامسة يعني عبارتك من يعني فتعبي بذلك عبارتك من أخو أم أفهمي في عقد بطل أو في عقدين فكما مر أم عبارتك يعني أفهم عبارة فكين من أول لفظيك ومن تعبير من إدارته وهل وها زادة أم أفهم زادة في عقد أو لقاء أفهم فإن نكح من هاج نكحي هنا وثم أفهم زادة أزاني أو عبارة فكين من أول لفظيك ومن تعبير من إدارته وهل وها هناني لفظي زادة أو لا ترك لقولك من هاج كأفهم فإن نكح خمسا معا بطلنا لأن لك عقد أو مرتبا فالخامسة الله أقبل ترتيبي نكاحي كذن لخوي أول كن جهمي نكاحي عن باطلة بترتيبي زيني أول كن جهمي نكاحي عن باطلة وشي عبارتك أم أولها تريك ها عبارتك أم بويا عم تريك شونكي أهل بلا وثمان لفري شافعي مرتبا فالثانيكي وث وطبعاً شونك إما سؤالتي وامان هيا كمرتبة عظيبي كشي هدو كان هر باطلن وانيا سؤالت وامان هيا مرتبة كشي هدو هم يكا باطلنية هدو كان هر باطلن لقد أجواي يعني سؤالت لك بلي عبارتك إما أبلاتلك شونك سؤالت وهي ترتيبية كأوجي أوسانك سابقا كنا زاني كليك كان لبره هو ولان بو رونا نبيتو كاملا سابقا هو لبره بلغا يشتكر نبيك دياري سابقا كدياري كي وانيا اوه ترتيبي بوه ولان كشي باطلشي هردوشي وزاني اوانيا بيجي هرخاميزة كباطلة ما قبل كشي هرباطلة كشي سورتي كترتيبي شي اولاتي لك لو جهزا وكا سولد وهي ترتيبية كتي توابع عقدكان باطل نجا وكا هاد عقدوها مكا باطل اما يك وكا غلبيتي كتري شواتيا اما افرمي ما مصع منهاج فإنك حخمسا عبيبي اجا هاتو بنجني هنا وانيا ده پنجینی هنا مثلا عبد ناگریتو وانی او افرمی فاین زاده فاین زاده یعنی اتوانی بیشی به نسبت عبد و مثلا لدو ترازه بوسه تا چوه وانی ایسی حاضر شو
وتحل نحو أختك خالة وزائدة هي أعم من قوله وخامسة، أذني والتصريح بنحو من زيادتي، وتحل نحو أخت دي حلالة جاء مثلا إذا ما قدو دان أخوش كلا أخوي مثلا بيجي مالا نكرغي وانيه مقصد كتير انت شو وتحل وقصد كتير وتحل نحو أخت وزائدة في عدة باء أوا أزاني أبي أبي وضمو حلالة خشكي جنكي لخوي بيني حلالة خشكي جنكي يعني نحو خشكي جنكي مثلا خالتك لخوي معربك وهروها وزائدة بنجمج أتواني بيري ششمج أتواني بيري بل أبدا في عدة بائن ثانية لو كاتاك بيجين جنكي إلى عدة طلاق سوى سياوي ثانية مثلا بيجين جنكي خص سوى سي طلاق داقة فبتسع عدة هل طلاق داوي تسوى سي بيجين فبتسع عدة وقت جنكي خص طلاق داوي فبتسع عدة أتواني لعدة جنكي بروح مش جنكي معرفة ثانية لعدي طلاق بائن جنكيا أتاني برو عقوش جنكيا وخي مالكا يعني أتواني مثلا وقت تشوالا من طلاق دا بيجين يكي لجنكاين طلاق دا وتنجين بو حلالا بي وقت يكي لجنكاين طلاق دا وها لعدي طلاق بائن متاجون شونا؟ نعم سيبان حلالا خوش كي جنكيا لخوي بيني وزائدة يعني زيادة لخوي مالكا ويحلالا بي زيادة زيادة عن ذلك لقول من أشكال أفضل خامسة شو خامسة ششة منك ناكريد وانيا يجي يعني مثلا بل عن ذلك شونك أم سورتك كرد خال هنا ولا سال مثلا فقط شر شون زائد زائد بالنسبة عبد أبيت زائد بالنسبة عبدك أبيت الثالث يعني عبدك أتواني برواسيها منك لقول مارك وقت يكي لجنكاني طلاق داوك وتسعيده ثانيا اي شيء وان خامسة منهاش فقط حر قريتو ثاني جاء والتصريح بنحو من زيادة وكاف وتحل نحو أخت أو نحو لزيادة خمر إذا في عدة بائن يعني هل عدة طلاق سواسية أمرأة ما عليك هاي له ما عليك لأخوي هل لازم بونا حتى إذا تفره أبانا نظهر أبو حنيفة أواني أبي بيستا أدى تفره وشي أتواني بروا على عدة طلاق بائنا ما عليك على خوي لأنها أجنبية واني شمني كل أجنكاني كتبتس إيك الأجنكاني كوائتك تبتس عدة طلاق بائنا هذا إتلي بيقاني واني أجنكت هذا إتلي بيقاني بلام لا في عدة رجعية وانيا شون لا في عدة رجعية او رجعية في فتق مطلقة رجعية من آفاتك واطلاق ضلاء وطلاقك رجعية طلاقك لا يندو طلاق ذا بخوراي وانيا كثو تفعد طلاق رجعي وانات واني لا عدة طلاق رجعي جنكيا برو أخو شكيل أخي مالكا حبيبي لأنها في حكم الزوجة وانيا شو من أول لابد تجديد نكاح يا ثاني برا ما بلوزي مراجعة نكاحه مراجعة كاتو وانيا را قل بيش يتاوكو عدة كيتي باري وباينة يريتو باينة شغرة شون كلا تهيز بتجي النكاح يا قبيش يتا عدة آفرة طلاق بداوة بطلاق رجعية كي ليس يتا وكو عدة كي تيفري او أتوانك عدة كي تيفري أتوان مروح شكي لخي مالكا شون باينة بوتو تد باينة بيتو مهم يا باينة كبرى يا باينة صغرى زين شجم هل باينة بيتو يعني تهيز بتجي النكاح كا زين شونا باينة كبرى تكي باينة صغرى فاقي وسانك باينة كبرى
الناس لما تخل با تجن نكاح هي نكاح طيب روح شوية كتير بساو أبى شوية كتير بساو لو يحدى تيف إجا أمسك هذا أبى تلاقي ذا أني أرام بعدين صغار يزا شو كني كتير ناك ماذا حاضيبون وقت يقول تواب فنس في عدة باين رمزة هل كاتي عدك أتواني روح شكل أخي ماركا وذاني أو خسائك وهم مثلا أمرو زول اشتباع بيش بي فابداش نخيط طلاق الله وروح شكي معلك هل لعدات ويمر معلك يعني قال أبرا خوش كي جني مخي معلك هل رأي هيد الله في الألمان عايزة لو را كابراء هيد الله من الليل هاي سيكريمي لا والله ماني أما تقصي رأيي بيز ماشي نسميه مزيه مش نكاي شي معلي مجبول طلاقي شي داقة معلي مجبول طلاقي داقة وشي كمان خاصة ما ظن مزيه لا انت باي يجني يجني موليني طلاقي داقة وشي اما خوش دولا منو مالي خزوله بس وكاي كشي ولا اخوي وكارك منو طلاقي داقة وخزوله ابي او كشي كبو معنا كشي اصلي انا دولا منو يشتي عن داقة وكارك منو كان بعد ذلك عندنا نجم تقول إذا جينا تلاقي دار تلاقي دار أيوة كيف ما معناك الوصف جن أما كان معناك بوك القصف فجنا شيئين أو كان فجنا خاضي الله واحد جن يا حل لو رأى نفسه يقتلها وساكنين من هي خلاش كذا كذا وتمي أنا صار يا كي بيدا شاب بينا شاطن الكي وقت يقول أتام نزك النوصف وقت يقول أبي تلاقي دار كان حل خمسة كذا شيء ما معناك القصف والله ما نقول كان أخذ والله ما فهمنا تيكيش وإذا تلق حر ثلاثا أو غيره ثنتين لم تحل له يعني إذا تلق حر ثلاثا هكذا بيابك آزاد جنكي خوشي وسي طلاقة يعني بيابك آزاد يعني غير آزاد عرضي ثنتين يعني جنكي خوشي دوبادو طلاقة شنو في أدو طلاقي هي عبد إذا هو أولى من قوله أو العبد غيرك باشترك تاوكو قولك من هاسك أفرمي عبد شنو عبد يعني عبدي تواب إذا ما سلام بعض ما قريته وزاني عبد يعني هم وكي عبد فيه ششتان فلان غير حر يعني عام لوك هم وكي عبد فيه يعني مبعض غيري وزاني يعني مكاتب اللي أواشته نظر شنو؟ إذا أجر هاتوا أمشي أو حر سيبسيج نكى خوي طلاق ده يعني عبدك دوبدوج نكى خوي طلاق ده لم تحل له بحلال ونهي حتى يغيب بشرائطكم حتى يغيب بقبولها مع استيضاظ لبكر حشفة أو حشفة فعل يغيبها يعني حتى يغيب حشفة تاوكو قم أبيت غائب أبيت لكنا يفشى وي افرتك اجا او مع اختلال جبله تاكو قم قبل لكنا يفشى وي افرتك حشفه بيا ويدوها حشفه يعني سريدك حشفه عباره عن سريدك تاكو سري التي ذكري بيا ويدوهم لكنا يفشى وي افرتك قم اويه اجا او حشفه ابي مع اختضاف لبكين اجل جنك هل بكري وين وقتي طلاق يعني داويد وقتي طلاق يعني داويد أبي حشفة بيعيدهم افتلاطي ببيت يعني قدرتي راسوبوني ببيت قبلت واني بكارتي أمجنة عرفك زاني أبي قدرتي هلصاني هبي قدرتي رقبوني ببيت بتواني أقدر بكر ببيت بتواني فلكي لبين جوا إذا حشفة ممكن وطئها زاني يعني بوشتك حشفة بيعيدهم أبي بتواني بتواني وطأك بتواني يعني بتواني وطأك يعني منال نري أذاني الأخوان أفني ممكن وطأه يعني أي تصور منه ذوق اللذة يعني والله تصور بكري ليو ذوقي تشتني لذتك يعني حسك بجماعك حسك بلذتك يعني منال نري منال الله من شو شيء لأن يشتهي تبعا حزي لك تبعا زاني بحيث تبعته أوانه بحيث ينقل
ينقل لمسه، وذاني ينقل لمسه فيما يظهر فتح الجوابين بظاهر، يعني لمسي دازوجي بشكي، يعني مثلا من الله من الله مثلا لآخر تجلسي في إبلا من الله كي بشو دازوجي لناشكي ذاني، يعني وقبل رشدي كربيت وغير حاربي تبعا بهالحال أو قدرها من فاقدها ذاني، يعني سري زكري فيها وكيف شي فيها، وأني يعني النازيك لزكاة قدرها زاني، النازيك لو زكرك وما وتو لإنسان كان كوا فاقد الزكاة، يعني زكاة كوا بنية ولا أبيني كم كي هي أبي أو كم هي فيها بشي هالشي كي ما وتو ليس وحيجة وحيجة بيناك وبو حلاضيناك أكبر مرديك حتى وأقل وبنججينيك أخو أقل مقدارك لزكاة بروا فيها يا ذكرك نتواني فارك وفنجبي فارك أو أحد دروسة ما أصلا ما أنت يا جم مثلا أقول لك أبدا هيا ذكري رازنا أنتو أزاني ذكري قدرتي جماعي نية شاب فنجوش تدس كاري مثلا أو فردتا أزاني أواهر كفاتك أبدا بوشة تحت أبي ذكر بروافيا شاب ذكر نتواني كارك أبدا أزاني بفنجا كارك جواجرك أبدا يعني لا حد شرائطي كان أوك بيجي نابل زكري بيابشي أو نابل حتما نابل زكري بيابشي إذا وفنجهن يكا واحد شي وقينا لا أقول له فلا فلو زالت البكارة ولو من نحو الغوراء أفرت واهي غوراء قلنا إنا كي قولة فردك فروال أخواره ذكرنا قابي زاني أو أقرب فنجهش ببيد هذا بينك أو فرمانة جوازيك أفهمي كفى دخول الحشفة زين كفى دخول الحشفة يعني جي يعني دخول الحشفة هل لازمها زين دخول الحشفة هل لازمها أو سيد ذكر كيف يابشي كيف كفايتك باعي تذكري نتواني كارك جي واجبك والنحي فنجو من جاء وإن كان لا فصل إلى محل البكارة فيما يفعل جاء أفهمي في نكاح في نكاح صحيح غني أبطا يعني دوهم كماري أكال أخوي أبي نكاحك صحيح به أبي نكاحك صحيح أبو أخوي مالك زاني أنا أبي نكاحي دوه أبي نكاحك صحيح به زاني أها أفهمي يعلم منه أن الصبية لا يحصل التحليل به تحليل كيف حاصلنا يعني لا تواني حلالي كاتبه مرديك نعم إلا إن كان المزوج له أبا أو جدا ما قال بيجي باوكي بوي ماريك بيان باوي وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي ذاني وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين أو أنا مشتري مع انتشار للذكر ما مصاح لقلوا انتشار الذكر يعني بلاغو نواي ذكرك لفرج افرتك زاني يعني ذكرك شيشيك نوي زاني افتلال لقى انتشار افرقية افتلال يعني قدرتي بالكوا بكارتك إلا بو عقفتك وبكي هات بتجدسي قدرتي افتلالك بي يعني بتواني فاريك انتشار يعني اوك ذكرك شيشيك نوي انتشار يعني الربون رغبون مثلا وإن ضعف انتشاره أمسا وإن ضعف انتشاره أو لم ينزل أو كان الوطء بحائل أو في حيز أو إحرام أو نحوه ثانية مع انتشار للذكر وإن ضعف انتشاره أو غايته هذي حتى انتشارك شيء ضعيف لي هذي حتى فرج مثلا بباشي وقلي فراز نريده حتى انتشارك شيء ضعيف كيف أتكلم أو لم ينزل يعني
انزالي مثلا مني جنبي مني شتينك او كان الوقف بحائل يعني مثلا اشتك بابا دوري زكري خويا او في حيضين يعني حتى لحظة بشتلاي يعني لإحرام بشتلاي يعني محي امانة مثلا روجك ببراتلاي حفظك يعني حتى بتعطى الشيط ببراتلاي وذاني مثلا تشتايتك يا براتلاي فكيفاتك تحليل يكاتو يعني حلال يكاتو بمومد يكا بو حلال ونابي تاوكو في عبارة في تنة خواز لك ألا نزيك هاتين كان لبل أنفر معنا لبل أمانته لقوله تعالى فإن تلقها أي الثالثة أجل طلاق سهم شدة فإن تلقها أو ضميرك ولا ما موسى آفرتك أزرته فإن تلقها ولا طلاقك راجعنا لتو زين جيجم ولا آفرتك أزرته يعني يعني فإن تلقى الزوجة المنكوحة التلقة الثالثة يعني أقل طلاقي سهمي شدا يعني أقل سيبسي طلاقي دا فتكي سيبسي طلاق دا فلا تحل له من بعد حتى تنكح الزوجة غيره حاضر يتأكل شوية تلعتا مع خبر الصحيحين لقل الله خبرك الصحيحين إشمان هي عن عائشة رضي الله عنها فالمن جاءت امرأة رفاعة جنكي رفاعي القرضية القرضي جنكي رفاعي قرضي إلى النبي هات خدمتي في غمي خاصة الله سلام جني أو صحابة فقالت عرضي في غمي خاصة الله من قلبان كنت عند رفاعة فطلقني فبت تلاقي أما نجني رفاعة مو تلاقي داغم فبت تلاقي تلاقى كيش من قطعي كذوة في نسيا بسي تلاقي داغم فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبيل وزبيله فعشان شنكت بعبد الرحمن كري زبيل شنكت بعبد الرحمن وإنما معه مثل هدبة الثوب ذكري عبد الرحمن وسفر سفروي كيشل علي هاشفروي زاني ذكري وسفر شريك وآوى نلمو وقبل إيتر جماع إلى غلا نكردو من يجوز على صوت أي شيء جماعي لقلا نفتوه. إيش خيرك من ليه نبيني؟ فقال في غمار يخاف مي أتريدين أن ترجع إلى رفاعته؟ وادي على حذك الجريت ولا رفاعه. زين؟ غمار يخاف يعني وادي على حذك الجريت ولا رفاعه ولا شرف ركاء. حتى لا كمي لا. سمي لا ناوي. ناكل حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك يعني تاكو تو دتيجي هنغوينكي او ابيج دتيجي هنغوينكي تو يعني تاكو اموت اواخي حيلة بيتنا اذا والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوقت مقصود بعسيلة بلا لغوية كانوا اللذة الحاصلة بالوقت خذ إلى لذتك يا لذتك أبا وقتك كده إنسان زاني وكان هل لذتك به أم بل لذتك معنى يا كن عصيلة بلا وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء نفسه اكتفاء بالمظنة بلا بلا شافعي جمهور الفقهاء عصيلة عبارة لخذ مجرد وقتك حتى بال لذتي شي لقبان له وفي حتما أوف أبري الدخول زاني وأن بوطأ معناه يتمو بال لذتي شي لقلانه بو اكتفاء بالمونة بو يبا بوطأ معناه يتمو لبال اكتفاء بمحلك شون كوطأ أخو وطأ محل لذتة كوطأ بو لذتي شي لقلان هل هي أظاني وأن اكتفاء بمظنك اللي بمحل كواقمان لذتي اللي وأبريت كوطأك كوطأ بو لذتي شي بويا أوان اكتفاب بخدي مجرد اللذات ناكا جاء سمي بها ذلك بويا وكو أم وفآ بعصيلا ناوبرا وتشبيها له بالعسل لبرا وتانك وأم وفآ تشبيه كلاو بهنجوينو لبر شي بجامع اللذة لبر التي كجامعك لبيني جماعة ولبيني هنجوينا هيك بلذته أزاني شونا وقيسة بالحر غيره جاء حديثك
قياس كلاوة تسر حر غير حر وانيا شو كي أقول أو جنا كواج ولا كغم يقاص وصل لما جني كابلاك حر يعني كون جني كابلاك عبد الله هذه نكبة حس حرة كا قياس كلاوة تسر حر غير حر ليش لحديثك لبرشين بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق لبر علته كوا كوا أنا كاتو لبر علته كوا ويبقى حر قياس لكي تسر عبد لبر علته كجامعة علته كوا هم حرك وهم عبدك فيك كوا كاتو كوشية لبر توابوني يعني بوشي مثلا بيجين عبدش حكمي حر هي لواك هشوني حر بوي حلال ناري تتاوكو بروا شوكاتو او سلسلة مراتبة تكا عبد شروايه وانيه بوشي وايه لبر توابوني او شتهي كوا لبر توابوني شتهيك كملكيتي يا امسا استيفاء ما يملكه من الطلاق لبر توابوني لبر داناني شتهيك كوا ملكيتي لطلاق زاني شونك أم بياوة حقيقي هي حقيقي طلاق سواسية أم عبدش حقيقي هي كطلاق دوبدوية زاني بياوة حركة حقي يعني وقبلي وازي على حقي خوي هناك طلاق سواسية بياوة عبدك وازي على حقي خوي هناك طلاق دوبدوية زاني لبر توابوني أو شتيك ما ملكيتي كطلاق سواسية يعني طلاق دوبدوية زاني يعني بويا وكو بوي حلال ناري تو تا اويش تامي هنگوين كيبكا زاني يعني حركة وازي لنوبتي خوي هنا تازه نوبه پياوه كتره يعني عبدك وازي لنوبه خوي هنا تازه نوبه پياوه كتره زاني استيفاء ما يملكه يعني لبر توابون اشتكوا پياوك مالكيتي تا عبدك تا حركة يعني طلاق سيبه تن طلاق جيبه هذا نبي كاري كده زاني ماشي وخرج بقبولها دبرها ما قبوليش دبر خارج كرا بقيل القبول يعني أم آفعت با أدر فياوي دو هم لا كنا فش دواج بروات الله هذا تحليل كابدنا وفياوي دو وبالاختلاظ وهو من زيادة عدمه وإن غابت الحشفة كما في الغوراء فقيد افتضاض كافتضاض للزياريخ وما عدم افتضاض خارج كلا زاني أخو افتضاض يعني أولك بتواني بكارتك لابوا بم افتضاض شي خارج كلا أولك نتواني افتضاضك بكارتك لابوا زاني وإن غابت الحشفة هتا حشفش لفرجي آفرتك سري زكري فيا وكيش لفرجي آفرتك غائب بك كما في الغوراء وكل آفاتي غوراء آفاتي كواب فرده بكارتك خولة بكارتك في ناقة زاني وهو إن غابت الحشفة أو غاية تمام سر أبي أب ذكري بياوة أقل أمك شكوا شوة بردس يا مافرتة أقل بكري بو أبي بتواني افتواعي تكافي يعني بتواني بكارتك إلى أبوا زاني حتى حشفة اشتيا غائب بيت أذاني حتى الحشم فاشتري ذكرك يا غائب بيت هذا خلاف وإن غابت الحشفة خلافا لما في شرح البهزة للمؤلف من الاكتفاء بذلك ذهنا اكتفاء بوكلاوك حشفة يا جنبي وهذا ربما يفيد أنه لو دخل الذكر لو دخل الذكر في غير الغوراء ولم تزل البكارة لرقته جدا لا يحصل به التحليل هذا حاضر مش مناقص وبالحشفة ما دونها فمي أبي سري زكري في عوكا حتى يخلك أو ذلك سري زكري في عوكا بشبه فرجي عفتك بم حشفة ما دون كم تل حشفة خارج كذا لا بد كم تل سريدك فزاني وإدخال المني وهروها إدخال مني في خارج كذا يعني إدخال مني كفاية ناسا
وبممكن وفقه الطفل حشفيك و بتواني وفقك بما طفل يعني الزكري طفل خارج كلام شن الطفل الزكري طفل او شانات واني واجبك وبالنكاح الصحيح النكاح الفاسد النكاح الفاسد خارج كلام النكاح الصحيح واني جاء بالنكاح الصحيح توسيش خارج أمين وبالنكاح الصحيح النكاح الفاسد والوطء بملك اليمين والشبهة والزنا أو شو أشتا خارج أمين بالنكاح الصحيح نكاح الفاسد خارج أمين وفق بحق مالكيات بحق جد الصحيحاتي أو إيش خارج أمين أزاني يعني بيابدوهم كأشي كأشي نكاح بيابدوهم كأشي وطأ كان لقال جنكا بمالكية لقال يا وطأ نكا شو يقول بحق ما نسمع متابي كابرا طلاق داو أم شو مثلا بيجين سندية سي كدية سي بأمتي خوي إيسف بحق مالكية أروات الله مثاني أو سابعين نايد نحو أين أخذوا فيها بيك وطأ بحق مالكية ورواها الشبهة يعني مثلا فيها بيكت بروات الله بشبهة بروات الله سابعين نايد يعني بزينا بروات الله أو أنا تحليل سابدنا كان أزاني فلا يكفي ذلك فلا يكفي ذلك يعني حيث كام لما أنا تحليل ثابتنا كان كيف كافين ينلبو تحليل أزاني فلا يكفي ذلك كما لا يحصل به التحسين أما أنا حيث كام يعني حيث كام لما أنا كافين ينلبو تحليل هرشوني بما أنا تحسين حاصل معي تحسين يعني محسن بوني فيها وكذا محسن بوني أمتى أنت خابتنا يعني زهر أمتى خابتنا يعني فمن كما لا يحصل به التحسين هل شواني محسن بوني في أوقات بسبب النار فبراي الزنا كرد بيت يعني بشبهة وشوبة لا يأفرتك يعني بنكاح كفاسد يعني بوقت يعني بحق مالكية ما يتفع لك محسن دواء الرجم كيتم زين عبارته هو عبارته هي غير اونيات يعني تنظام بوشنت شاد اختلاف اشتياقي ولا زين اشاره بينكم يعني استثناء كده ولانه تعالى علق الحل بالنكاح زين ما ماذا يعني يك الى شرائط تحليلي افرتك ابو مديه كم نكاح صحيح يا شيخ ابو فيديو ثمانيه ولا بل ابوك اخوي تعالى مشروط أكا حلية نكاحك يعني حلية أفرتك بمرتيكا من نكاح يعني مشروط أكا حليتك بنكاح أفرمي أمجنة زمانك ما دامك حلال أويت بمرتيكا كما نكاح كرابد وبيعوي دوما أفرمي حتى تنكح دي وهو إنما يتناول الصحيح نكاح لفظ نكاح عبارة لشيء لنكاح صحيح وقت المشروط يكاب نكاحه نكاح عبارة لنكاح صحيح ذاني شونه وبانتشار الذكر ما إذا لم ينتشر ببلاوبونوي يعني بقيد انتشار الذكر ببلاوبونوي ذكرك لفرج آفرتك أوك أقرهات أم ذكر انتشار نبو بلاو نبو وقبلي سيجي ها لبرشي لبر شلل لبرش لفتيان لبر غير شلل أوان مثلا لبر نخوشي يا أبيني أم في أوهر إحصاصي مين أرداني هو لانتفاء حصول الذوق العسيلة المذكورة في الخبر لبر منتفي بنوي حصول تشتين أو لذتيك ولبر تمام قران لا حديثة كوانية شو مخزة كالك بس يشياجي بروابنا فرجي ما فرطا ديال أم لزتال حاصل نبو نبو جنك نبو بياوك
ويشترط عدم اختلال النكاح. أذاني؟ سامة دقائي ساعة نصري ولا ويشترط عدم اختلال النكاح. أما اختلال يا موسى أما بيجي بشر قتراوة كان نكاحي بهم خلال تيانة لي أقول بلا تموي أبن نكاحك صحيح به أما اختلال يا كوابي يعني كأنه دوار أبو بيته أقول بشر قتراوة بشر قتراوة شيء عدم اختلال يعني عدم خلال لنكاح دوهم نكاح دوهم لا بخلال كتابه نكاح دوهم لا بخلال كتابه نقبل معنى نكاح دوهم صحيح نكاح دوهم كراوة بصحيح كراوة الآن كبر صحيح كراوة دواي أو كبر صحيح كراوة لا بخلالك ركعة نكاح دوهم شون دوات اللي معنى مثلا عيبكي وكاري سبحي وكار نكاح كراوة بصحيح وكاري كتابه الآن أبيني اختلالك شتك كجهته أن مانعك كجهته زين جرم مثلا وكشي فلا يكفي وطء رجعية ما مثلا نكاح يعني بكر قال بالنكاح هي صحيح شوية مالك قال بلا أن تج أو يكوا دخولي في بكا طلاقي لا وبطلاقي كرجمي أهم تقال كان تج أو يكوا دخولي في بكا روى تلاي طلاقي لا وبطلاقي كي رجعي ها قلت كسنا عدي طلاقي رجعي إجا إذا فج أو إيكا مراجعي كاتو حالة عدي طلاقي رجعي هلا مراجعي نكر قصو أشت لاي دا عدكا أشت لاي كهلا رجعي تيشي نكر قصو أزاني أو وطأ تحليين هنا كاتبو ميديكا أزاني جيجم ها زينانية حرامة لا شيء فلا يكفي وطء رجعيتها لا شيء يا سليمان يعني كافي نية أما كالحالة عدة شتلا وطء إفكا زاني أخلو قراءة فمي فلا يكفي وطء رجعية بأن تلقها المحلل قبل الدخول فيش أويك دخولي في إفكا محلل كابراي دوهم طلاقي داوة تلقة بطلاقي رجل طلاقي داوة ثم وطئها قبل مراجعتها ايش او ايكوا بيك واضي توجيه نكاحي خلصة طلاقي اذا لكاتي عندك اشتا لا اميك ولا وطء في حال ردة احدهما يعني نكاحي انبوك القام فيها ونكاحيك صحيح بلان حلاك دخولي فينك لك خلي كافر وكا بلان مرتد وعبيتو لحالتك انك هال الرداء اشتا لا اخذتك ها لحاولت الرداء أشيت لي زاني بمرتدي أشيت لي أم وطئشة تحليلنا كاتو زاني تحليلنا كاتو جامها السورة مسألة تواصل كشيء كتدي بدروسة تعالى لك خب أما لحاولت عدي رجعيتها شوة لي ولا حاولت مرتدونيشة شوة لي واني أفنو وإن راجعها هل كان يسوت إياكا بلان دواي مراجعة كاتو هل سن دواي تريج مراجعة كاتو هل بو تحليلنا كاتو يعني دواي بقرتو بيتنا باوشي إسلام زاني فبب كاتو أوانا هل بيجن دخو كاتو وطئي كردية قيناك لي بقرن لي سوف نزلتن يا حجي وإن راجعها هل سن دواي وطئيش مراجعة كاتو يعني راجع في آكا بيتو بو إسلام زاني هو هل بو يهنا كاتو تحليلنا كاتو بو أمامه إذا كابلا إجي اشتغل دروسة ايجي دي باشا دخو طلاق داني افرد فيش دخول ها طلاق داني افرد فيش دخول كي رجعيك با اينس لانش يجم يان طلاق داني افرد فيش دخول كابراك مرتدو بيتو با اينس اصلا نكاح فسق ريتو زاني نكاح فسق ريتو زاني هلا وش الله يجري لان شنو هسه كبرى ايجي تو هاتوي ايجي بيش دخول بيش دخول طلاقي دا وطلاقي كي رجعي وبيش اوي كان مراجع كاتو شو تلاي دا شو تلاي بقو بيش دخول
أجابته طلاقي بلا باينة أبيتو باينة أبيتو شون شو سنة رجل أبيت أجي نكاح بكيتو إجابة تبعي شون شو سنة إجي أوا وذلك هما وصلان شو لأنك كيشتا أنصمان وذلك بأن استدخل ماءها ماءه أو وطئها في الدهور يعني ما وصل فيش دخول نية فيش دخول بيجين بوي طلاقة كأيوة رجلية نخرج جنية باينة إيه تعرف تجد نكاح نكاح يتوى ناسا نروح كذا زاني فيش دخول أبني مثلا آوي بشي آواتي تلسى ناقري أبيش هاتو طلاقي داوة الله دو كلي فينا هي آوي بشي آواتي تلسى ناقري باو فرزة سي باو فرزة سي آوي بشي آواتي داخلي ناقري كذبي يعني لفشت دوا مثلا شو بيت الله زاني دواتا طلاقي داوة لا عدة تلاقي رجعية أن حالات رجعت شو تلاه زني بأن استدخل دماءه أي في عواك داخلنا جنها كرابت يان شو بتلاه في عواك لكن لا فشتوا قبل التلاقي أبي الردة فش تلاقي ده عنك يعني فش أبي كلام مرتد ويتو زني إيشي أو كاتش لك أبي ترجعي أو هني أنا بترجعي جاسو على كان الاخوان انكرجه ماني كده تقريبا كم شو بس يعني خالي مش منه والحكمة في اشتراط التحليل التنفيذ من استيفاء ما يملكه من الطلاق ماشي حكمة شيء لو هذا بشر ذكراوة تحليل أبي حتما أبي أمكر أم أفلت أبوع شوي كتلك أم ولا أم ما وبوك زريوها تاوكو حلاو بيتو حكما لبشر جلتين تحليلك تشير مرددوها ما إبراه مرددوها كتبك التنفيل بيزار تردني بياوكايا لوكا واز بين الحق خوي وشي أم بياو أبي سيوشي مش كيفية طلاق يعني وشي أم عبد أبي حق خوي بتاوي دابني كتلاقي دوبا دو ينطلاقي سيبا سيئ زاني؟ وكا والله جريمية كما نسبة بياوكا جريمه پیاوکا که بیزار کردنی پیاوکا یه لواک واز بیاره دابنی اوی که با مالکیه دی که طلاق یعن طلاقی شده یعن طلاقی دو بدویه زنی؟ وقت ام پیاوکا من خوراگر بی عزل انا که بزوری حقاکی خوی وان واز لحقاکی خوی بینی که طلاق اخوز کتا که دستی پیاو طلاق کتا که دستی جنیش ماره کتا که دستی پیاو وان بوشی ام پیاو اوی واز لکتا که خوی بیره زنی؟ ایش شينا شينا نن يمكن وجوهين. تقول جن أخذوا جن هاي وازل حقي فينا بيات لقنا ثم أو ذلك ما هي شو أصلاً كذا ما في بعضي لقنا. شو أصلاً؟ ها؟ ما يمنع رواتو ذي تدافع يجي لمجي لقنا حتى إذا كابل أجا معتاد يجي ما مثلاً معتاد يجي إذا تو معتاد مثلاً هنا. الحق طلاق بس في فيها من القانون من زوجة ما قال وجوري أم فيها وشو بيتدروا يا جنبي يا وجوري أبيش هنا شرعية هذا إنت يجون قانوني مثلا هنا كم مثلا أبي لي فيها وشو بنا حيد به مش نكيد يقولين كذا مثلا إذا أبيش هنا شرعية أجا قاضي شبيكا بعد قاضي وانا كذا ما لقى أو كان لقى ما لقى قاضي والله إذا يا أيوة هي شو بنا داعش يا شو بنا حجبي مش نكيد تيجي بدأ فيها كم شو يا هالشي مثلاً أو كلام نهدا أنا خلاص يجي بس أتاس كيش واسع أجام فيها كذا شاء هاتوبو إلى شاء بلا من انقلاباته شاء من انقلابنا من انقلاب يكتب يا من تلاقي بلا بأني كابن تدوم إذا يجي بلا مش نكيد مثلاً شيء كده ده هو يجني خويا تاسو أكيد يا أخي أنت تسلي خبوة تسلي خيو بنصان الله عين جوري كبير عاد كمان صح؟ ها؟ ليه؟
ها؟ والله أو خاص بعد الوضع كان والله ما أصلا. بعد الوضع مثلاً بو أم بحثي طلاق وملاقاة. بعد شن إيجين مثلاً في طلاق الشيء بس يفتح خد لدرجة إعلان طلاق الشيء بس طلاق كبير كان. ها؟ مثلاً جالي واحد أو شنو كان يريده. زاني. أي واحد شنو كان يريده يعني مثلاً أبيني. بعد الشد مثلا ليس ذات بحث يكي وسيأتي في الصداق وسيأتي في الصداق أنه لو نكح بشرط أجل في أوكا أم نكاحك واتباب أم نكاحك أمجنا لقم مارعك أم تيابي توهم أجل نكاي نكاحك باو شرط أنه إذا وتي أطلق هركاتي شو لا يخلق دخولي فيك طلاقي بها باو شرط مارعك ها ماربجاش زاني او تام ماربجاش ماربجاش كنا كل واري هي خشتي كنا شاعيني زاني جم كان كراتي اي والله اما وكو سيغه وايه بشتي اجي كاك نكاح يا كان باش حتى هكا دخول بيك دخلاته شو ملاي وقت امكن طلاقي مثلا طلاقي انا طلق زاني طلاقي بلا نكاح يا كان باش حتى توت ايك طلاقي بلا او باند منه بعد من هي يعني شيء يعني ببس جاري كدين سياق طلاق أجيك وقت أمكل باينة بيته مكاني بس اليوم إنت بروا ببس جاري كدين سياق طلاق أو فلا نكاح بينهما يعني هالنكاح نبلا بين ما ناس وقت أمكل وبطل النكاح أو جو نكاحنا بطعم بتحيل شان فيها ثابت ناعي زاني بلان ولو نكاح بلا شرط ببس شجنك النكاح كل أخوي بلان وفي عزمه لقست يابو لقست يا لن يتيابو لخيال يا أن يطلق إذا وتئ كرها وكراهية خدا مزيان كراهية والله وصح الأقد وحلت بوطئه ذني أقدته صحيح وحلت بوطئه حلال جابته بك يا كم ذني لم جرب يا ويدهم وطئتك كا طلاقي إيه هذا صحيح ها هذا زوج جاري بابوش نكنك شو بسوي زوج جاي بقى مش نكمل معاك أبو فيا فيا بيت زوج نكمل خوينا شو اسمه ده فيا وكيف بتوه هو ها إيش شين فصل فيما يمنع النكاح من الرق أبو شو بقى ختي وخير نحلم أبو فصلك بحث لا اشتئك سواء أو شم مانع النكاح مانع على نكاح كيف رقيته أذاني فصلك بسأك للرقيات كالرقيات مانع نكاح حرام أذاني مانع على جنوج الخوازي مثلا تجول لا ينكح أي شخص رجلا كان أو امرأة من يملكه أو بعضه أذاني إذا بيارك هي وما مثلا جارية كي هي أما تي كي هي نتوى نكاح بيار رقية كي ما نعلى نكاح ستو جارية كي هم تي كي هي إذا هم وقي أما تي خوي هي يعني ما بعضها بشكي أما تي خوي بشكي انت فيه كتري أما تي أم جارية كي هسو نتوى نكاح كي لخو بكي أجني خود فذاني فذا رقية ما نعلى نكاح يعني كي جوانا كي جني هي وعبد كي خوشي ليه فذاني نتوى نشو كيبكا ذاني رقية أو عبدة مانع على وقت أم أفرت ذيري يعني أو سيدة شوي بيكا ذاني فالله لا ينكح أي شخص رجلا كان أو امرأة بياوك شخصي شبياوك تجن لا ينكح بياو ناتواني يعني من يملكه يعني كسيك ناتواني مملوكي خوي نكاحك على خوي نكاحك على خوي من يملكه كسيك كوا مملوكي سي كشي كواهم وكي مملوكيوه تملكيوه أو بعضه يام بعضي تملكيوه ذاني من يملكو يعني كشي لخوي ماربك أمبياوه كواهم وكي ملكي خويتي أو بعضه يعني لا ينكح من بعضه من يملكه
يا من يملك بعضه او بعضه عتب ضميرك من يملكه يا من بعض من يملك بعضه وان هم وكيم كي خويبه يا بعضي كي ملكي خويبه زاني بس كيو ناتواني مملوكي خوي نكاح على خوي يتر هم وكيم كي خويبه يا بعضي كي ملكي خويبه اذ لا كشمانه كشرج نكاج ناتواني يتر عبدك كل عبدي خويبه يا بعضي كي عبدي خويبه بو إذ لا يجتمع ملك ونكاح لما يأتي فكونا منو هيك وان ملكية ونكاح فيك وكونها أذاني إجا إجماع موسى فلو ترأ ملك تام فيهما على نكاح انفسخ النكاح أذاني إجا كابلاي بيجن جنيكي هيا زاني جنيك هي جنكي أبيتو أمتك زاني يعني جنك شويكي هي شوكي بيتو عبدي زاني بيتو عبدي إجي أقل ملكيتيكي تواو مالكيتيكي كامل عارض وبوصا نكاحي نكاحك فسخ بيدي حين مالكي النكاح قويتلي زاني شجم أقل ملكيتيكي تواو عارض بو هذا بس النكاحي كان نكاحك فسخ أريده فيهما لهردو مسألك لهردو مسألك يعني كاوك بيت مالكي جنكي يعني جنك بيت مالكي بيعوكي لهردو حوالك وذاني كمالكي يذهب بس النكاح نكاح فسخ أريده وذاني شو هذا مثلا بيعوك بيت مالكي جنكي يعني جنك بيت مالكي بيعوكي بو لأن أحكامها لأن أحكامهما متناقضة شنك أحكامات مربوط بالنكاح وملكيات متناقضة أحكامات مربوط بالملكيات والنكاح متناقضة لا تعني ذلك وكو يمكيته أذاني شنك جاهتي في جيد ما مصر أذاني مثلا يسأل الجنك مالكي شوكيوي لأما أم الجنة لو جهتك مالكي شوكيوي تحقي حقك هوا تسو مالكيتي هي لو لا شو بيا وكي يجي توجيني مني مني بحسب النكاح حقك انبسطوه هي بيا وكي يجي بابرين بو مثلا غرب او يجي بحقي نكاح جنكا يجي مني كمالك يتم بابرين بو شرق هاد جاهتي بيجي زاني تكناون هجاو دو سمي زايتا اما في الاولى فعلي احكاماتي مربوط بالنكاح وملكية متناقضا لسورة هي كما تول مناقض اما في الاولى اما كبيا وكي مالكي تناقضك على شيء اجا بياوك مالكي جنكي خويوي ذاني فلأن النفقة الزوجة تقتضي التمليك ثانية تناقضك على شيء كما تمالكي بياوك ويت فلأن النفقة الزوجة تقتضي التمليك ما قال نفقة جنكي ناكي شيء ثانية فلأن نفقة الزوجة نفقة عن بجنكي نفقة الزوج يعني زوجية زاني جنكا ما قال نفقة ناسين لفيا يخوي وحق الزوجية لياسين يعني دي حق الزوجية جنكا تجنكا وحق الزوجية لفيا يخوي لمير دي خوي نفقة أسيني أم نفقة دانا تقتضي تمليكا مقتضي تمليكا زاني مقتضي مالك كردنا مقتضي مالك بوني جنكي جنكي اجي من الزوجية ما هي بسكتوه من بحق الزوجية دواء نفقه لياك اوان يا خير مدفكي زاني اوان يا خير حقي خوما يجي حقي خوما يعني هاي من مالكيته زاني بسكتو حقي بيت جنكي دي وقت حقه بيت لان هاي مالكته زاني شون ام آفت حقي الزوجيتي هاي بسكتو يا وكي خويه وبحقي الزوجية جنيتي امشتيا لي اسيني اوان يا خير بيبكا مقتضي تمليك مقتضي مالك كدن جنكي اما جنك بو مالك يعني في عوات مالك بها جنكوها اما كنا فقيشي فيها يعني او عوات مالك دي باشي وكونها ملكه يقتضي عدمه اوك جنك مملوكي في عواتيشي لم جهات ولم بوارتها يلك يعني لا وكونها ملكه اما كجنك ملكي بياوك يقتضي عدمه مقتضي اوك واما جنوية مالكي بياوك مجنم مملكي بياوك ثانيا بو
لأنها لا تملك يا لا تملك چونكي جني مملوك نابت مالك زاني في المملوك في عوضه ده جني كش كمملوك نابت مالك صاحب هناك خاونك زاني مملوك شنو جناتا فجني كي مملوك نابت مالك ولو ملكها لملك نفسه حتى اگر پیاوك جنكي خوشي بتاتو مالك او اخر خوي كدوتو مالك يسا پیاوك جنكي مملوك خويسي بوكي خويسي اگر ام پیاوك او جني خويا بتاتو موكي يعني بكات مالك بقرين بمالك او اخر خوي كدوتو مالك زاني جميعا وصبي تحصيل حاصل اگر ام پیاوك ام جني خويا بتاتو مالك وانيا جنكي خوي بتاتو مالك او اخر خوي كدوتو مالك زاني بوشي چونك ام جنه نكيه اني بياوكيه وانيا يعني حل نتيجة لأم لآخرها أدرته بياوكي يعني حوى تخوي كل بيته مالك حسي لي حاصلها لو ملكها لملك نفسه اقل بياوكا فقرر اني جنك يخوي بمالكي بكات مالك او احر خوي كدوته مالك شون ام جنه هيني بياوكي لآمان جحد خوي كدوته مالك هذا حاضرين اما الاسئله هي كما اذا بياك بيت مالك اذاني تناقضت يا ولد يا واما في الثانيه وهي مع تام من زيادتي بلان رسولة دوهما لمسألة دوهما كجنك بيتو مالك وزاني كهي أم مسألة دوهما مع تام لقى قيد تامون من زيادتي أقول من هذا المساء فقط بحث سورة يكمك أما كفيار بيتو مالك أساتي خوي جني خوي إذا بحث رسولة دوهما ناك أما كجنك بيتو مالك بيار خوي وزاني أفهمي أما في الثانية مسألة دوهم لقوا قيد تامونا أما من زيادة إلى زيادة خومة من هاش فقط بحثي مسألة كم يكتبها أذاني أخو أم بحثي أكافين فلو ترك ملك تام على نكاح يتحدث وتكاغرته الله أو أنا فلمي أو أفلمي مسألة أقل هاتو بيارك وخاوني مالك إجنك يخوي أذاني أوا بويجي هاتان مش تفانية التناقض للسورة دوهما على مسألة دوهما كجنك بيتو مالك شونه فالمفة لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق أم آفرت بحق مالكيته وكهاتي بس أشوكيا دوائل لها كوالا قولي أبرا بسفرك الشرق بول لأنه عبدها وانيا شونك في عوكي عبد يسي وانيا دوائل لها كبرا لقوليا وهو يطالبها في عوكي دوائك لجنكي كسفر إلى قلعك بغل لأنها زوجته وانيا شنك حق نكاحي يا بسالي شويتي شنك جنيسي وانيا أمام يان وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح بعثته في أشغالها بحق الملك في عوك منك اتواي هل زمان في عوك بانك كالجنكي في عوك بانك كالجنكي كهو بستري لقلعك بحق النكاح بانكيك تجود بلا غاليا لبار حقي نكاح يعني او حقي هي كمان ليكا ابين لو كتب عصته في اشغالها اشنا كيش بيها وكي اخوي ان لي لا كاركاني خويا بحق ملكيه يجب او كان بوكي فان اذاني هيك زواج تيكا بحقي واذا تعضل الجمع بينهما بطل الاضعف كنكاح ما دام ما حاول جمع بيني او دوانه اضعفك هلا وشدك نكاحك از وقت ملکیت ها بسن نکاح ها نکاح که از عفت ریگه الله وشیده بطاولیت نکاح که و ثبت الاقوى قبل یکان جگیر اوه که ملکیت که بو ملکیت بقوة تره لأنه یملک به الرقبة والمنفعة لأنه یملک به الرقبة والمنفعة چون که ملکیت ما موسى ملکیت یملک به الرقبة والمنفعة ملكيات هم مالكيتي عبدك في تغائبه هم منفعتكان عبدك ذاني ملكيات إذا مثلا عبدك هي عبد أسين ذاني
هم مالكي خدي عبدكي جاريه اسيني جاريه هم مالكي خدي نفسي ذاتي جاريكي اتواني بفروشي يعني خوته الذاتكي هي خوته اتواني بفروشي وهم مالكي منفعتكانشي هر كاري هر شتكي بهن توهن نها بملكيات شي في العالمي يعني يحصل به الرقبة والمنفعة بحق مالكيات هم رقبة هرائبه يعني الذاتي عبدك هذا الذاتي اشتكى ابتهن خود هم منفعتكان شيء ابتهن خود طبعا انسان كتوجهن يري ما مصاب حق نكاح تخوض ذاتي اشتكى انتون يعني نتاني فيه شيء زاني حتى نتاني كاري شي بيبكي فقط تمتعك انتون يعني لأن بحق نكاح فقط تمتع لذات بوصال ذي وضع بوصال ذي حتى أنا تاني كاري فيك حتى أنا هني فوش مني يعني إجى ملكية هم رقبتي هم مالكية عبدك ترى هذي وأني هم أبي صاحبي خودي جاريك وهم منفعتك أنا شيء خوته والله والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة كأيش تلزوزة تمتعك والله النكاح وانيا حج ملكيتي كيف انا الا باش لما فعلنا نكاوي تلزوزه اما الوطء جماعتي وانيا يعني بحق النكاح ما بتصاحبه هشتي الا باش لما فعلنا نكاوي تلزوزه انت عجبني شو انا وخرج بتامون رمي اجر هاتو مالكيات ملكيتي كيتها على الوسن نكاحي كان او كاتبك انك حدا خلاص وشتو فاجاشتك ناقص بواني وخرج بتام بقيد تام شي خارج كان ما الذي باعها بشرط الخيار له ثم فسخ لم ينفسخ نكاحه زاني كما شاء كما مثلا جنك امتي كابراك جنك جاريه كابراك اشي اكريت ولا كابرا لاسينيتو بام بشرط خيال يجي بحق فشيماني لأسيني تو يجي أجا فشيمان وبم مثلا تيم يوموت لم يلقى جيني خوشت أما تيك أبرايك ذاني أسي أسيني تو اللي بام بحق فشيماني بوشرط خيال دا أن لبن يخوط عن فشيماني أو أجر دواتر دواي روجي دور بعك فسخوا كيوتي نم قالك فشكش يخوط أو أنك حكا هم نعم وشيطة بالي مالك إنك بعك فسخوا بوزو بانيا بالام إنك لك عكا هلنا وشيطو زين شنجم شون اخو سماما ستارشاك شوي جاليه اكل صندوه جنه اكل صندوه تو بويته مالكي مالكيتي فرابو وانيه مالكيتي كيش هاتو بطا نكاح كان وان كنك مالكيتك ناقصه لك عكا هلنا وشيطو شنك مالكيتك بحق خياره زين شنجم اجي اجا لبيب تاعها اجا بيابك امتاكي كري زاني تجيني خويتي بشرط الخيار له بحق تشيمان بنوي بيابك ثم فسخ فاشان بيعكي فسخ وكل لم ينفسخ نكاحها زاني نكاحه او نكاحك الله وشيك شو مالكيتك مالكيتي ناقصه كما نقله في المجموع هل شواني إمامي نووي أبعد ما انفساخه نخلط لنا مجموعة عن قول الربياني بقول إمامي الربياني وكأفرمي أنه ظاهر المسلمين باشا في شمعنا كيشون أقل جنك بروا شوكي خيب سينيتو جوا كذا هرواية لو ابتاعته كذلك جنك بروا بياكي خيب سينيتو بحق خيان ذاني أوك أو يكو دوروج أو سن ساعة بوسى مالكي مالكيتك نكاحك الله وشيطه لأن تلك يوم مالكيتك ناقصة فمي كذا لو ابتاعتك كذلك أخوانا أي بشرط الخيار لها ثم فسخ فسخات لم ينفسخ نكاحه أبو يضعف الملك بالتمكن من إزالته بالخيار لبل ناقص بوني مالكيتك ذاني لأن مالكيتك جيجير نبوة ذاني بو من إزالته بالخيار شون كبا فشيمانيك لا أجي هل وقت فشيمان أبو مالكيتك لا أجي اشتكت جيكر نبو جيشي نزوي تاني نمو